صباح الخير. طبعا في أسئلة متكررة اجتني بخصوص المحاضرة الماضية انه بدنا امثل اكثر على الايفالويشن فانكشنز لانه هي محل أسئلة، وهذا النوع من الأسئلة أسئلة تحليلية وما فيش حل وحيد لهذا السؤال. ف بدي احاول اعطيكم بعض الامثله انه انتم كيف ممكن انه نعمل ايفالويشن فانكشن. خلينا على سبيل المثال نبدا بالتيك تاك تو. التيك تاك تو الفكره تبعتها انه انا بدي يكون في عندي بورد زي هيك. طبعا اللينك للشغلات هذه انا حطيت لكم اياها على على الـ على الـ على الوورد بريس على المدونه، فبالتالي ممكن انه انتم تتطلعوا عليها زي هيك بتتمرنوا عليها، وفي نفس الوقت انه انتم ممكن تشوفوا اي بورد جيم ثانيه او اي نوع من انواع الجيمز وتفكروا. يعني هذا السؤال سؤال تحليلي بيعتمد على التحليل، لازم تتمرنوا على هذا النوع من الاسئله. التيك تاك تو الفكره تبعتها انه بده يكون في عندي بورد زي هيك، تمام، بهذا الشكل. طيب كيف بدي انا اعمل evaluation function؟ كيف بدي احدد انه ادي سكور للبورد هاي، تمام، انه على سبيل الوضع انا عندي زي هيك، تمام، او بورد تانية. الوضع فيها انه بيكون انا عندي على سبيل المثال زي هيك بهذا الشكل. يعني خلينا انه هنا انه انا عندي كل واحد لعب، وهنا انا الاكس لعب مرتين والاو خليه يلعب على سبيل المثال مرتين زي هيك، تمام. فكيف اد سكور لهاي وكيف اد سكور لهاي؟ فكروا معي. صعب ما انا افتح نو بلاي تك تاك تو. في انا عندي الويب سايت هذا، طبعا بطبيعة الحال انه على طول هو يعني بيستجيب، انه واضح جدا انه هو افضل. انا ما دام اخترت هنا افضل شيء انا عندي انه انا اختار السنترال تايل او المكان اللي انا عندي في المنتصف. فانه هو برضه بفكر انه هو يعمل زي هيك. يفترض انه انا بدي اسكر عليه، تمام. كيف اعمل سكور لشغله زي هيك؟ يعني انا عندي على سبيل المثال دوري، تمام، ودوري انا في عندي ثلاث خيارات. ايش هما؟ انه انا العب هنا العب في هذا المكان او العب في هذا المكان او العب في هذا المكان. كيف بدي ادي سكور لهي الشغله؟ فكروا معي. ماشي، احنا خلينا نفترض انه انا في عندي في بورد معينه، تمام، وانا في عندي ثلاث خيارات. في انا عندي الخيار انه انا العب هنا او العب هنا او العب هنا. هجيت انا بدي فانكشن تحسب انه لو لعبت هنا قديش السكور تبعي، انه وضعيه السكور هذه مش بتحدد انه انا فائز او رابح، لا، بتحدد وضعيه البورد انه هل هي افضل بالنسبه لي ولا لا، او انه انا عندي تو بورد بدي اقيم بين تو بوردز انه انا اقول انه والله هذه افضل من هذه. فمين افضل، البورد لما العب هنا او البورد لما العب هنا او البورد لما العب هنا؟ بدي فانكشن حسابية بتحدد لي انه طب ماشي انه اوكي العب هنا، بس كيف بدي احدد انه والله هذا الافضل؟ فقط يعني انت بتحكي، انت بتقترحي انه انا بدي اطلع على الـ number of tiles with O. طبعا هنا الـ number of tiles اللي بتشكل straight line. كيف مش شرط؟ مش انا فهمت كلامك انه
انا فهمت كلامك انه انت بدي اطلع على او هذه النقطه هي بس اللي بدي اطلع عليها. بالضبط بالضبط, يعني انا بدي اشوف انه في مرحله متقدمه في مرحله اوليه, يعني انه انا بدي اختار انه انا على سبيل المثال انه انا عندي البورد زي هيك, تمام, هاي البورد كم خيار انا عندي, هاي 1 2 3 4 5 6 7, يفترض يكون في عندي 7 سكورز. اي واحدة بدي اختار, بدي اطلع على البوينت الثانية, تمام, انه انا بدي اطلع على number of tiles, تمام, with x, واللي بتشكل برضو في نفس الوقت انه straight line. تتذكروا المرة الماضية لما حكينا انه التشيس هي عبارة عن linear weighted sum, معنى ذلك ان انا بدي اجمع, هنا بدينا نجمع نقاط, هدول النقاط هدول ممكن نحن نصيغها في دالة summation وندي weight لكل واحدة. طيب هذا عبارة عن مجموع, اجمع هدول النقاط ولا ايش بتقترحوا؟ يعني كيف 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 انه انا بدي اختار, بدي اختار انه التايل اللي بتشكل لي ستريت لاين, تمام, وفي نفس الوقت بدي ابتعد عن التايلز اللي انه يعني ممكن الاوبوننت انه هو يعني يعمل فيها او. يعني هدول الاثنين بده يكون weighted sum؟ يعني هنا انا بدي اختار التايل بحيث انه تكون عدد التايلز اللي بتشكل ستريت لاين في الاو اكبر ما يمكن, وفي نفس الوقت انا بدي اصل لفكره انه هو عباره عن حاصل جمع مش طرح, انه مش مثلا انه هذه ماينس هذه مثلا شغله زي هيك, تمام, زائد انه عدد التايلز انه في لو اخترت تايل معينه انه عدد التايلز اللي بتتشكل مع الستريت لاين انه للاكس. يعني على سبيل المثال باجي خلينا نحسب هاي, لو وضعت انا عندي هنا هذه كم عدد التايلز اللي في الاو بتشكل ستريت لاين؟ 2, تمام, وهنا عدد التايلز اللي بتشكل ستريت لاين في الاكس قديش؟ وين انا لعبت هنا ايش انا في عندي خيارات؟ في عندي خيارات يا هيك يا هيك, في عندي اكس في الستريت لاينز انا عندي, صح؟ طيب هذا الخيار الاول, نيجي للخيار الثاني. وهذا سؤال تحليلي. الخيار الثاني وين العب؟ هنا. نيجي للخيار الاول اللي هو عدد التايلز اللي بتشكل ستريت لاين في الاو قديش؟ طبعا هذا بدي اقسمها انا عندي زي هيك, تمام, هذا الاو وهذا الاكس. هنا كمان عندي تايل في الاكس في الاو عفوا 1 زائد في الاكس ليش 0؟ هاي هذا الخيار, تمام, وفي عندي الخيار الثاني, هذا الخيار 0 والخيار هذا قديش؟ 2. نعم, كيف؟ كيف لما حطيناها فوق ما حسبناهاش؟
اجيت لما كانت الاكس هنا، لما كانت الاكس هنا اجيت الستريت لاين يا اما بكون هيك او هيك او هيك. طبعا الدياجونال بس بيكون في هاي المنطقة يا هيك يا هيك بس، لكن هنا هنا ايش في عندي خيار؟ يا هيك يا هيك. هيك في اكسات، هيك في اكسات. طيب هنا يا هيك يا هيك يا هيك، صح؟ تمام. طيب هيك قديش؟ صفر، انه ما فيش انا عندي ولا اكس انه بتشكل معاها. وهنا هيك برضو صفر، لانه انا في عندي قاطع هنا عندي زي هيك. طب وهيك واحد ليش؟ لانه انا في عندي فرصة هنا انه هذا التايل انه فاضي بيصير بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انه ما دام انا عندي هذه اثنين وهذه ثلاثة، يبقى اذا لعبت انا بالوضعية هذه هيك بيكون السكور انا عندي اثنين، واذا لعبت بالوضعية هذه بيكون تمام هيك اثنين وهيك ثلاثة، صح؟ بس انا في عندي مشكلة انه طريقة الحساب هذه انه هذا لو انا ما لعبتش هذه هو حيفوز، لو انا لعبت هنا هو حيحط الاو هنا وهو حيفوز، فبدنا ندي ويت لهذه اكتر. ايش معنى الكلام هذا؟ انه بدنا ندي ويت لانه انا اسكر عليه احسن ما انه انا اعمل بالضبط احط اكس تانية بهذا الشكل. هيك بدت انه توضح هنا عندي الامور، تمام؟ بهذا الشكل. هجيت هنا عندكم في اللينك الاول في امبلمنتيشن بالجافا للتيك تاك تو بهذا الشكل، وهنا انا في عندي عدة حالات. هاي الحالة الـ A B C، بهذا الشكل. في انا عندي هنا في التيبل اوف كونتنت ممكن اروح على الهيريستيك بورد ايفالويشن فانكشن، تمام؟ فبالتالي هنا انا في عندي سكور لكل بوزيشن انا عندي في البورد. يعني على سبيل المثال انه انا راح ادي بلس 100 بوينت لكل 3 ان الاين للكمبيوتر، تمام؟ و10 ل 2 انلاين و1 ل 1 اونلاين، تمام؟ وبدي ادي نيجاتيف سكور للاوبوننت انه ناقص 100 ناقص 10 وناقص 1 بالترتيب، اللي هو 3 ان 1 2 ان 1 2 3 ان الاين 2 ان الاين 1 ان الاين، تمام؟ فبهذا الشكل انه انا بكون انا عندي مجموع السكور، انه السكورز اللي انا البوينتس اللي انا بحصلها، تمام، بالاضافه للبوينتس اللي بحصلها الاوبوننت، فبطلع انا عندي المجموع انه لكل بورد قديش بتطلع الفاينل سكور بهذا الشكل، تمام؟ هذا الكلام انه كهيوريستيك فانكشن ممكن اعمل هذا الكلام كرول بيست استراتيجي ممكن. فبالتالي انه انا بروح برتبها حسب الامبورتنس، انه انا عندي رول نمبر 1 2 3 5 رولز. رول رقم 1 if I have a winning move take it. كيف احدد انه winning move؟ انه انا بحقق straight line، اللي هو نفس هذا الكلام اللي انا بدي 100 بلس 100 لا بالضبط. طبعا هنا للاوبوننت انه انا بروح يعني معنى الكلام انه انا راح اخسر 100 نقطة لو الاوبوننت قدر انه هو يحقق 3 ان ستريت لاين، فبالتالي انه انا بعمل توازن بين الشغلتين. الرول رقم 2 if the opponent has a winning move block it، اللي هو نفس الخيار هذا، يبقى
بقدر انه انا اربط يعني انه يا اما بستخدم هيورستيك فانكشن يا اما بستخدم رول بيست استراتيجي. بقدر اربط الشغلتين بايش؟ الرول واحد والرول رقم اثنين هدول التنين اللي هي بالنقطة الاولى هاي انه بلس 100 وهنا ماينس 100 للأوبوننت، هي نفسها. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه لو في انا عندي حركة بتخليني احصل تري ان الاين، يبقى هنا بديها اكبر ويت اللي هي 100 نقطة. فبالتالي انه whatever انه كانت انه شكل البوردز الثانية يا اما حتاخد 10 او 1 اكيد هذه حتكون الاكبر، فبالتالي انه هذه الموف اللي انا حاخدها، وهذا بينطبق على هذه الرول. if a winning move if I have a winning move take it، اذا في عندي حركة يفترض انه انا اخدها بتخليني افوز باخدها. وفي نفس الوقت لو الاوبوننت اللي هو نفس الحاله اللي احنا مرت علينا هنا في اللوح، انه انا لو انا محرك ما عملتلوش بلوك راح اخسر، فبالتالي هنا if the opponent has a winning move block it، اللي هي نفس الكلام انه راح اخذ او اخسر 100 نقطه لو الاوبوننت قدر انه هو يعمل تري ان الاين موف. تمام. رول رقم 3، if you can create a fork تمام two winning ways، هذا الكلام بينطبق على البورد الفاضية زي ما احنا شفنا هنا، انه انا عندي البورد الفاضية انه بقدر اعمل فورك تفريعات كتيرة. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انا عندي هنا في البورد الفاضية هاي بهذا الشكل هيك، هنا كم فورك انا بقدر اعمل؟ كم تفريعة؟ تنتين، هيك وهيك، هنا ثلاثة، هيك وهيك وهيك. تمام؟ بعدين هاي كم فورك؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فبالتالي هنا بدي أطلع على number of forks، فبالتالي إنه بتطلع على الحركة اللي بتديني أكتر عدد من الفوركس. طبعا هنا بدي أفترض لو أنا عندي في لعبة معينة في state معينة، إنه على سبيل المثال إنه هنا هذه أكم فورك اتفقنا؟ ثلاثة، بس لو كان حاطط الأو هنا بتصير اثنين بالضبط. تمام. فالفكرة في الموضوع انه انا دايما بروح بختار الحركة اللي بتديني فوركس اكتر، تفريعات اكتر، انه بتديني فرصة انه انا اعمل ستريت لاين. تمام. هذه شغلة. في المقابل مدام انا بطلع على الشغلة هذه بدي امنع الخصم تبعي انه هو يعملها. كيف بعمل له بلوك؟ كيف بعمل له بلوك؟ بروح انا بحط اكس في الأماكن اللي هو ممكن يعمل فيها فورك، بسكر عليه. تمام. فبالتالي هاي الرولز زي ما انتم شايفين انه كرول بيست استراتيجي ممكن انه انا اطبقها، هاي ممكن اطبقها كهيورستيك فانكشن في سيرش الجوريثم، يعني على سبيل المثال في البيست سيرش ممكن انه انا اطبقها، او ممكن استخدم هذه الرول بيست استراتيجي لو انا بدي استخدم او اخلي اكسبرت سيستم انه هو يطبق هذا الكلام. هاي اول مثال على التيك تاك تو، وشفنا طريقتين لانه احنا نعمل ايفالويشن للبورد. طيب للتشيس شفناه المحاضره الماضيه. يا اخر المحاضره حكينا ايش؟ انه هي عبارة عن linear weighted sum لمجموعة من الفيتشرز W1 في F1 W2 F2 W3 F3. وحكينا انه F1 ايش ممكن تكون؟ انه number of white queens minus number of black queens. ايش كمان؟
ممكن اخذ النوع الثاني من التايلز، الهورسز والكاسلز والجنود وكل هاي الامور. تمام. طيب في بداية اللعبة لو كان العدد متساوي كيف أتصرف؟ يعني هنا معنى هذا الكلام إنه number of white queens ناقص number of black queens في بداية اللعبة إنه هو متساوي صفر، فبالتالي حتى لو كان الويت هنا 9 هذه حتصير صفر، وهنا هذه لو اعتبرتها للهورسز بغض النظر عن الويت حتكون صفر، وهذه برضو حتكون صفر إلى آخره. طب شو الحل؟ لو أنا بدي أطلع على تشيس إنه أنا عندي الوضعية أنا عندي زي هيك التصفيطة في الأول إنه الانيشال بورد، كيف ممكن أحدد إنه والله إنه الجندي هذا لما بتحرك إنه قديش السكور تبعه لو تحرك حركة وهنا لو تحرك حركتين؟ كيف أعمل؟ بدنا نخلي الكمبيوتر يفكر كيف بدنا نديله دالة انه تقول له انه حرك الجندي حركة او حرك حركتين. مش معقول انه احنا نديله خطة عشوائية في البداية وبعديها انه لما يصير فيه خسائر انه يبدأ يحسب. لا، بدنا نديله خطة من البداية انه يقدر يحسب يحدد الاستراتيجية تبعته من البداية، انه اقول له انه لما تحرك انت حركتين انه في لها سكور، وانه لما تحرك حركة في لها سكور. هذه شغلة. والشغلة الثانية انه انا لما احرك جندي هنا بيفرق كتير عن انه انا احرك جندي قدام الوزير او الملك. ليش؟ لانه انا عندي الجنود في المنطقة هذه لهم اهمية، انه هم بيعملوا بلوك للوزير والملك بيحموه. لكن هنا هذا لو خسرته مش مشكلة بتخلصش اللعبة، لكن هدول اللي هنا بتخلص اللعبة. كيف ممكن انه تاخذوا التلميح هذا؟ انه في عندي شغلة اسمها موجودة عندكم في هاي اللينك اسمها، طبعا هذا الويب سايت تشيس بروجرامينج، كل ما يتعلق بالتشيس انه كبرمجة، ومن ضمنها الايفالويشن فانكشن. في عندي حاجة اسمها بياس فاليوز، وبدي يكون في عندي بياس سكوير تيبل. أورجيكم إياه. طبعا هذا الجندي، تمام، بده يكون في عندي ماتريكس زي هيك أو تيبل. إيش اسمه التيبل هذا؟ اللي هو بياس سكوير تيبلز. إيش بيحتوي؟ بيحتوي على سكورز. طبعا أنا عندي هنا الرول أول زيروز، لأنه هو أصلا مستحيل يكون موجود فيه في بداية اللعبة. تمام، الجنود بتتحرك لقدام، تمام، فبالتالي هذا السكور بحطه زيرو، فبالتالي انه خلاص بصفر الترم هذا كله. تمام، بعديها الصف الثاني بحط سكور لإلهم، انه هنا هذا الموقع تبعه 5، هنا 10 10 ماينس 20 ماينس 20 بهذا الشكل. تمام، بعديها انه هنا هذا لو تحرك نفس السكور، تمام، هذا لو تحرك انه صار السكور ماينس 5. تمام، هذا لو تحرك السكور قديش بيصير؟ ماينس 10. هذا بيصير السكور زيرو. لاحظوا انه المنطقة هذه اللي هي بتكون قدام اللي هو الكوين والكينج والوزير، انه بيكون انه السكور تبعهم زي هيك، تمام، بهذا الشكل. بعدها انه في مراحل متقدمة انه هنا بيصير 10 20 30 30 10 20، هنا بصير في الخمسينات، لأنه الجندي لما يصل للنهاية إيش بصير؟ تلعبوا شطرنج عنده؟ بستبدله بالضبط. فبالتالي هنا بصير السكور تبعه زيرو، فبالتالي إنه لما يصل للصفر الصف اللي قبل الأخير فبيكون السكور تبعه عالي بهذا الشكل. تمام؟
هذه عفوا هذه تبعت الجنود تمام بهذا الشكل انه هنا انا عندي هذه النايتس تمام وهذه تبعت الوزير تمام وهذه تبعت القلعة تمام وهذه تبعت الكوين بهذا الشكل فبالتالي انه بروح كل واحدة انه انا بحركها بكون انه انا معرف سكور بهذا الشكل لاحظوا انه الكينج تمام انه هنا كله بالماينس انه هو لو راح المنطقة هذه المنطقة هذه خطر وين امن منطقة انا عنده هنا بالضبط بهذا الشكل تمام فهنا دخلنا مبدأ جديد بالإضافة للمعادلة اللي احنا شفناها هنا في السلايد اللي هي العدد number of white queens minus the number of black queens اللي هو كل واحدة رحنا دخلنا عامل جديد انه انا لكل قطعة انا عندي بروح بعمل ماتريكس والماتريكس يعني بعمل تيبل والتيبل هذا انه كل حركة لإله بيكون في عندي سكور معين فبالتالي بتفيدني انه في بداية اللعبة بقدر انه انا احرك تمام؟ طبعا هذا يعني انه question مطروح في الستاك اوفر فلو انه انا كيف ممكن اعمل evaluation function للchess هنا في انا عندي بعض ال guidelines تمام؟ انه انا في عندي هذه النقاط كلها بدي اخذها بعين الاعتبار وهنا انه هذا طبعا كاقتراح وهنا هذا الكلام انه هيو معمول له implementation بالسي بلس بلس هيو متواجد على الجيت هاب بهذا الشكل تمام فبالتالي انه دخل في الموضوع فاكتورز ثانيه كثيره انه هنا كاستل كينجز نمبر اوف سكويرز كنترولد سكويرز اللي انا بقدر اتحكم فيها بقدر انه انا احرك فيها القطع تبعتي انه نمبر اوف اتاكينج سكويرز نير انمي كينج هذا كله بيدخل في الموضوع فبالتالي انا لما اصمم لعبه بايفالويشن فانكشن متقدمه زي هيك اكيد بطبيعة الحال انه التخطيط تبعها رح يكون متقدم اكتر بكتير مع انه تكون الفانكشن بسيطة كتير بيفرق في اللعب تمام؟ وهذا كلام انتو بتلمسوه اذا انا في بعض الجيمز الامبليمنتيشن تبعها انه انا باجي بختار في البداية في الشطرنج انه انا مستوى تبعي متقدم ولا مبتدئ ولا متوسط فبالتالي كل ما انا حطيت انه المستوى متقدم ايش راح يسوي راح يدخل عوامل اكثر في الايفالويشن فانكشن انه ياخذها في عين الاعتبار اخر مثال الايت بازل كيف ممكن انه احنا نسوي في الايت بازل فكروا معي عبال ما أمسح اللوح كيف ممكن نحسب الايت بازل إنه وضعية البورد هاي أو هاي وخليني أرسمها أصغر شوي عشان أرسم تنتين طبعا الجول إنه يكون في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 إنه البلانك هنا وفي بعض الألعاب الثانية أو إنه يعني إنه في بعض الكونفيجريشن الثانية إنه ممكن يكون الجول أنا عندي زي هيك 1 2 3 4 5 6 7 8 والبلانك موجود هنا لنفترض إنه أنا في عندي كونفيجريشن معينة على سبيل المثال زي هيك 7 3 1 2 البلانك خليه هنا 4 5 أو خلي الخمسة في النص أنا بحاول إنه يكون في راندوميزيشن قدر الإمكان إيش ضاي الأرقام 8 وإيش و6 هاي لنفترض إنه الجول أنا عندي زي هيك أو نفترض إنه الجول خلينا نفترض إنه هاي الجول تبعي تمام وسواء هذه او هذه ممكن نحن نشتغل عليها وفي عندي جيم تانية او بورد تانية
لنفس الجيم بس كونفيجريشن تاني شكل تاني للبورد انه كيف شكلها شكلها انه لنفترض انه الواحد في مكانها بعديها 8 بعيده يفترض انه هي تيجي هنا تمام وايش كمان بعديها عندي 7 خليها بعيدة تمام 4 5 3 2 6 كيف ممكن أحسب؟ هيك انت بتعقدي الامور. اذا انا بدي اطلع على البلانك انه انا في عندي مجال انه هذا يتحرك هنا او هذا يتحرك هنا معنى ذلك انه انا بدي اعقد الامور. بدي ارجع اذكرك بخريطة رومانيا انا ايش اعتمدت على هيوريستيك ستريت لاين ديستانس. هل فعلا في ستريت لاين بين المدينة هاي والمدينة هاي؟ طبعا لا بس اعتمدت عليه. بس هل فعلا انه ساعدني في تحديد الاختيار؟ ساعد. فبالتالي هنا بدي اطلع على مبدا الريلاكسيشن. ايش الريلاكسيشن؟ انه بدي اشيل الكونسترينتس بدي اشيل القيود. فمعنى ذلك انه انا ايش بدي اسوي؟ بدي اروح احسب هاي مكانها لا قديش بعيده عن مكانها 1 2 زائد روح على الثانية هاي مكانها لا قديش بعيدة عن مكانها انه انا بدها تتحرك هيك وبعديها تتحرك هيك مع انه في 7 يعني بيعملها في يعني بيعملها بلوكينج بقدرش احركها بس هنا انه افترضت انه هيوريستيك فانكشن هيوريستيك مجرد انه اسلوب في انه انا اقيم الجيم بغض النظر عن القيود اللي موجودة فبالتالي انه هنا زائد 2 تمام كيف؟ أنا حكيت إنه الواحد بدها تكون هنا معنى ذلك إنه شغال هنا تمام؟ والثلاثة وين بدها تكون؟ عفواً الثلاثة بدها تيجي هنا صح تمام؟ يبقى هنا زائد 1 هذه بدها تيجي هنا شو كمان؟ 7 وين المفروض مكانها؟ تحت تمام؟ المفروض هاي 1 2 والثمانية مفروض تيجي هنا صح؟ زائد 1 بطلع لي سكور وهنا بروح بحسب هاي 0 زائد هذه بعيدة صح؟ 1 2 زائد 7 هذه بعيدة كتير يا هيك نفس الاشي هاي 1 2 3 4 شايفين قديش بتكلف؟ زائد بطلع انا عندي سكور هنا سكور هنا هل هذا فعلا بيعكس الواقع؟ هل في طريقة تانية للحساب؟ تمام؟ يبقى الكونسبت هنا بدنا نعتمد على الريلاكسيشن الريلاكسيشن بدنا نتحلل من القيود وبدي افترض انه عشان احرك هذه بس هي فعليا كم ستيب بلزمها ممكن اكتر من هيك بكتير انا حكيت ان هي 4 تمام بس هو فعليا بيعكس الواقع مدام انه هي بعيدة معنى ذلك انه بلزمها عدد كبير من الستيبس لغاية لما اوصل 7 لهذا المكان فبالتالي زي كأنه ويت مش عدد حركات بيمثل فبالتالي هيوريستيك ممكن يعتمد عليه صح تمام فهي هاي الايت بازل كذلك ممكن تطلعوا عليه كامبلمنتيشن تمام هاي الانيشال ستيت وهي الجول ستيت طبعا ممكن يكون في عندي اكثر من جول يعني بغض النظر انه حسب الكونفيجريشن تبعت الجيم وانا عندي هاي الحركات انه 4 اكشنز تمام لو بدي اطبق الاي ستار الجوريثم انه انا بدي ادخل الاتش والجي تمام طبعا احنا اشتغلنا على الاتش بس
تمام. فبالتالي هنا بيجي بحسب انه هنا الجي بتساوي 0 والاتش بتساوي 3، فبالتالي انه هنا 3. كم خيار انا عندي؟ هنا عندي 3 خيارات. نتيجة الدالة هنا 5، هنا 3، هنا 5، فبالتالي 3 هي الافضل بختارها. بعدها بروح بفرع منها، كم خيار انا عندي؟ 3 خيارات، هنا 3، 5، 5، هذه اكيد الاقل هي اللي بفرع منها، تمام؟ وهنا انا عندي 5 و3، اكيد بختار هذه and so on. فبالتالي ممكن اعتمد انه ابرمجها هذا الامبلمنتيشن تبعها كبايثون كود، تمام؟ اضافة لذلك طبعا هذا الامبلمنتيشن هي متوفر هنا على الجيت هاب. تمام، ايوه الان بازل اللي هي الايت بازل. الان بازل انه انا بقدر احدد انه انا 8 بازلز او 15 او 24 انا بحدد، وهنا انه معمول للاي ستار الجوريثم، وهنا بحسب السكور بهذا الشكل. اضافه لذلك في عندكم هنا طبعا ما صار لوش ابديت. اوكي ممكن انا اجيب لكم اياه من وين؟ خلينا اعمل كنترول اف 5. افترض انه يجيبه برضه ما عجبوش. اوكي ممكن انه انتم تفتحوا على الويب سايت تبع الكتاب اللي هو هذا الكتاب اللي هو راسل نوفرينج ارتفيشال انتليجنس مودرن ابروتش. هي الويب سايت تبع الكتاب، وبتروحوا على وين؟ على هنا هذا اللينك اللي هو AIMI code. هو عبارة عن مستودع على الجيت هاب في عدة مشاريع. طبعا هنا سكالا، سكالا هي عبارة عن لغة برمجة، هنا بايثون. كل الالجوريثمز اللي موجودة في الكتاب implemented in بايثون. هذه لسب، لسب هي عبارة عن برضو لغة برمجة مستخدمة في الذكاء الاصطناعي، جافا، تمام؟ فممكن تشوفوا الجافا والبايثون لو حابين انه انتوا تطلعوا عليها. فهيها مقسمة هنا انه هي حاطت تيبل اوف كونتنت، انه الفاكوم كلينر ايجنت هي الكود تبعه زي هيك، تمام؟ فهتلاقوا انه في بعض الاشياء المتعلقة بالجيمز كنوت بوك على ما اعتقد. هنا فبالتالي هنا في امبلمنتيشن للتيك تاك تو، فبتطلعوا عليه على تفاصيل الامبلمنتيشن. لو انتم يعني حابين تطلعوا على الامبلمنتيشن تبع الجافا اكيد تطلعوا على المستودع الثاني تبع الجافا. وهنا طبعا طريقة انه التشغيل، هاي رومانيا، هاي الاي ستار سيرش انه كامبلمنتيشن، التيك تاك تو موجودة هنا ك في الشابتر تبع الجيم. فبالتالي هذا بيديكم فكرة عن طريقة الايفالويشن او تصميم الايفالويشن فانكشن. وزي ما شفنا في اكثر من طريقه لتصميم الايفالويشن فانكشن، فهو سؤال تحليلي بيعتمد انه ما فيش اجابه وحيده انه احنا ممكن نعتبرها صحيحه، بس بيعتمد انه قديش الحل تبعك راح يكون منطقي، تمام؟ بضل انه هاي النقطه مهمه لانه هي محل اسئله اكيد، يعني انه راح يكون في سؤال عن طبيعة انه جيم معينة انه يكون في انه تعمل evaluation function. وعشان تتمرنوا عليها اكتر حتلاقوا في عندكم assignment على المودل. الassignment هذا انه بدك تختاري لعبة، اي لعبة انت بدك اياها، وبدك تحاولي تحطي لها evaluation function. طبعا انا راح اطلع قديش انه evaluation function هذه انه انت عملتي تحليل جيد لإلها، وانه الايفالويشن فانكشن هذه منطقيه، تمام؟ في عندكم اي سؤال استفسار؟ نعطيكم العافيه.